الجماعة عند عبد السلام البقالي عمدة مدينة فاس، وجسدنا الشكل النضالي من داخل أسوار مجلس جامعة فاس تنديدا على الأذان الصماء التي نهجوها المسؤولين بين قوسين، مسؤولية أساتذة فاس مكناس ومسؤولية العمالة وكذلك مجلس عمل ومجلس جامعة فاس، فكل المسؤولين يتعاملون مع تنسيقيتنا العتيدة تنسيقية فاس المعطلين، يتعاملون معنا بالأذان الصماء. واليوم جسدنا الشكل من داخل أسوار الجماعة، ولهذا فنقول للمسؤولين وتعبئا بأشكالنا وبحناجرنا وبعقنا ولو بدمائنا يقتضى الحال ولو بأواحنا من أجل ملفتنا العادلة والمشروعة في التشغيل، ولهذا فكل أعضاء تنسيقيتنا العتيدة فهو مستعد أنه يضحي بدمه من أجل ملفنا العادل والمشروع وحقنا في الشغل. ونحن كأوطاء ونحن كأصحاب شواهد عليا لدينا حقنا في هذا الوطن الجائح، ولدينا حق في العدالة الاجتماعية من داخل هذا الوطن. يا إما جاوبوا لنا على الملفات المطلبية، يا إما جاوبوا لنا المعطلين أصحاب الشواهد يعدمونا وقتلونا يجمعونا يدولنا شي حل، فما بقى لنا ما نخسروا. لا عيد لنا، لا عواشر لنا، ما عندنا والو نحن كمعطلون، ونحن كنمثلوا الثقل والعيب، وكأننا تلك البقاء التي لا فائدة منها من داخل المنازل ديالنا. وبالله عليكم ديروا بلايسكم في بلايسنا، وديروا من بلايسنا بلاص ولادكم، ولهذا التقي ولا في هذا الشعب، خصوصا بعد زيادات الصاروخية اللي نهجها رئيس الحكومة المشلول في الأسعار. فكيف وبالله عليكم تقي الله في هذا الشعب، وبالله عليكم فكيف يعقل أن الشعب المغربي يحتسى من الغلاء في الأسعار، وكيف سيكون حال المعطل، كيف سيكون الوضع لا النفسي ولا المادي ولا المعيشي للمعطل خصوصا ولكل المغاربة بعد أزمة كوديب التي أفقعت وزادت الطين بلة للفئة الفقيرة المغربية. واتقي الله في هذا الشعب، ونحن كأوطاء تنسيقية جهة فاس مكناس لحملة شهادة المعطلين كنقولوا لا سلام لا استسلام، من أجل ملفاتنا المطلبية، من أجل مطالبنا العادلة والمشروعة، ومستعدين أننا نقدموا ماشي الحناجر ديالنا وماشي الأصوات ديالنا بقدم مقدين أننا نقدموا حريتنا وكذلك نقدموا الدماء، ولما لا أواحنا من أجل قضيتنا العادلة والمشروعة. والسلام عليكم.